اهلا بكم في موجز فني جديد على موقع صدى البلد. هتعرف فيه عزيزي المشاهد ايه هي النصايح اللي الفنانه سميه الخشاب قدمتها للطلاب قبل بدايه العام الدراسي الجديد، وقصه حب اللي بيعيشها الفنان احمد مكي بعد طلاقه، وخلاف الفنان محمد رمضان مع الفنان احمد فلوكس، وكواليس المشهد الجريء لوفاء عامر في مسلسل نسر الصعيد، واخبار تانية كتير هنقولها دلوقتي فتابعونا. بمناسبة اقتراب عودة الدراسة، قدمت الفنانة سمية الخشاب نصايح للطلاب، وكتبت على حسابها على تويتر من اولها كده: اول اسبوع ملوش لازمة، ما تعملوش صحاب جداد من الدفعة، وخليكوا مع بتوع السنة اللي فاتت اضمن، ما تعتمدوش على حد غير نفسكوا، وانا بنفسي هبقى معاكم ومتابعاكم. وكملت نصايحها وقالت: 1- ما عادش فيه اونلاين فنان بدري بقى عشان الحضور. 2- ما نتحوجش اللي بيبقوا قاعدين قدام محتلين الديسك الاول عشان معظمهم بيبقوا نفسية. 3- نحاول على قد ما نقدر ما نبقاش اجتماعيين، احنا مش رايحين نادي، خلصوا المحاضرة وطيران على البيت. 4- ما تحتكوش بولاد الدفعة، المعلومة دي خاصة بالبنات. عموما شكرا يا استاذة سمية. اما بقى محمد صلاح نجم المنتخب المصري وليفربول الانجليزي، واللي تحس ان المصريين بيعاملوه على اساس انه مثلا ابن خالتهم، وبياخدوا بالهم جدا مين اتصور معاه وليه وازاي وامتى، نشرت سونيا جرجس ملكة جمال مصر سنة 2020 صورتين معاه، وقال وقت ما كان بيقضي عطلته لمدة يوم واحد برفقة احد اصدقائه داخل الفندق اللي هي بتشتغل فيه وبتشغل منصب مدير. وأثارت صور محمد صلاح وسونيا حالة من الجدل، وقال وده قبل ما يتواجد خلال الساعات القليلة المقبلة مع المنتخب من أجل الاستعداد لمواجهة كل من ليبيريا والنيجر ضمن معسكر المنتخب الوطني في سبتمبر الحالي. نروح بقى للفنان محمد رمضان اللي عامل قلق على السوشيال ميديا، فأطلقت عدد كبير من الصفحات على السوشيال ميديا في اسكندرية حملة بتطالب بإلغاء حفلته، مستخدمين هاشتاج اسكندرية لا ترحب بك. وعلى الرغم من الهاشتاج، أكد محمد رمضان أن حفلته في اسكندرية هتقام في ميعادها اللي هو 7 أكتوبر الجاي، وأنه لا صحة لإلغائها كما تردد. ونشر عبر خاصية ستوري على حسابه على انستجرام بوستر بمناطق حجز التذاكر. وكلامنا عن محمد رمضان لحد دلوقتي لسه مخلص. رد الفنان احمد فلوكس عليه لسخريته من والده الفنان فاروق فلوكس لتجسيده دور صبي الرقاصة. قال محمد رمضان في برنامج تلفزيوني: في فنان كبير عمل حاجات ارفض ان اعملها، وكان بيعمل ادوار صبي علمة، ولو هشحت مش هبقى زيه، رغم ان هذا الفنان قدير. ابن الفنان القدير قرر يرد، وقرر الفنان احمد فلوكس نجل الفنان فاروق فلوكس وقال: شوف يا حماده، انت ترفض انك تعمل دور صبي رقاصه لانك دايما نمبر 1، فاكيد هتبقى عينك على دور الرقاصه نفسها مش الصبي بتاعها، وانت ما شاء الله ناجح في ده جدا وبتعمله بشكل سهل جدا. وتابع فلوكس وقال: انا والدي عمل دور صبي رقاصه لانه بيعشق التمثيل والادوار الصعبه، والحمد لله انه رب راجل بيحترم نفسه وبيحترم اللي بيقدمه للناس وبيحترم بلده ودمه فداء ليها، لان شعب بلده هم اللي عملوه، فلازم يقدم لهم احسن حاجة، وبحمد ربنا اكتر واكتر ان ما خلفش واحد مسجل نشل، لان المسجل هتكون اقصى طموحه انه يكون اسطورة. واختتم احمد فلوكس كلامه وهجومه وقال: وبعدين مش شرط تعمل دور صبي رقاصة، ممكن تكون نجم كبير ولامع بس اخلاقك اخلاق صبي رقاصه، وده الاخطر، مع انه والله صبي الرقاصه ولا بيقهر حد ولا بيظلم حد ولا ليه في سكك الشيوخ والدجل ولا نصاب كفايه لحد كده. واضح ان احنا هنشوف حرب كلاميه بين احمد فلوكس والفنان محمد رمضان الفتره الجايه. اما بقى الفنانه الشابه العروسه نور إيهاب، فكشفت خلال برنامج تلفزيوني انها بتعيش قصة حب مع شاب داخل الوسط الفني، واكتر حاجة بتجذبها ليه هي شخصيته وتفهمه لطبيعة شغلها ومواعيد شغلها الصعبة.
وقالت انها هتعلن عن تفاصيل الخطوبة قريب جدا، والعريس هيكون مفاجأة للجمهور. مبروك يا نور. نيجي بقى للفنانة وفاء عامر اللي قالت عن مشهدها الجريء المسرب اللي جمعها بالفنان محمد رمضان في مسلسل نسر الصعيد، انها مثلته الساعة 6 الصبح وقتها، وقرت سيناريو المشهد بسرعة وهو مشهد مضاف اصلا، وبعد ما خلصت تصويره وهي في عربيتها بعتت رسالة للأستاذ جمال العدل وكان نايم وقتها، ولما صحي قال لها انه هيشوف المشهد ولو في اي ملاحظات او اخلال بالسياق الدرامي هيحذفه، وتم بالفعل حذف المشهد. وما تعرفش وفاء لحد دلوقتي ازاي تم تسريبه، ووقت تصوير المشهد ما فهمتش المقصود من الكلمة اللي اتقالت ولا تحب انها تسمعها او يتم تفسيرها مرة كمان. اما عن خلافها مع الفنانة درة بسبب وضع الاسماء على تتر المسلسل، فقالت انه بالنسبة لها مسألة وضع الاسماء على التتر فكانت بتشوف انها ليها تاريخ فني اكبر من درة، ودرة كان قبلها، والعمل كان فرصة ليهم على مسار البطولة وتصالحوا بعد كده، والامر كله اختلاف في وجهات النظر. نروح بقى لخبر انفصال الفنان احمد مكي عن ام ابنه ادهم، وللعلم ان دي كانت الزيجة الاولى لاحمد مكي، وحدث الطلاق رسميا بالفعل بهدوء تام بين احمد مكي وزوجته اللي حرص على اخفائها عن الاعلام طول فترة جوازهم. وبيعيش احمد مكي حاليا قصة حب جديدة الايام دي وبيتكتم على تفاصيلها بعيدا عن الاعلام. خلصت كل اخبارنا، لكن متابعتنا لاخبار نجومنا ما زالت مستمرة. استنونا دايما على موقع صدى البلد عشان تعرفوا كل التفاصيل الخاصة بنجومكم المفضلين. بشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.